هذه الاجواء تاع العروسات لحظه مازال مازال عمرك ما تلقى تونسي اصيل يا هبط يا شطح ديريكت تسمع لي باش نعطيك معلومه عمرك ما تلقى تونسي اصيل تلقاه في عرسه ويشطح ديريكت هذاك مش تونسي اصيل هذا التونسي الاصيل كيفاش يشطح الساعه في العرس نبدا وسط مجموعه نهبط واحد خفيف يشطح ونوصوه يهبطنا ونقولوا له رانا باش نقولوا لك لا تشد صحيح وتهبطنا وتوا قبل ما نوريكم الرقصه باش نوريكم انواع الرقصات اللي تلقاها في العروسات من بزرت التطاويل اولا رقصه السويغلاس هذه اختصاص نساء كبار اعمارهم من 70 حتى شنو البيجي بعد العباره هذيك فهمت اللي يدير الفوق لحظه 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 تبدا تصغر خويا في قلبها مين يضربها الحين تعاود ترجع خويا الرقصه المواليه رقصة الري التكميلي تبدا جاي تصغر من بعيد ورا ري ورا ري ورا ري ورا ري ورا ري ورا ري ورا الرقصة الموالية رقصة الفتيات رقصة الليبرور تبدا تدخل زعما ما عينهاش بعد يتحلوا اليدين هز صبر الرقصة الموالية رقصة الشباب اسمها رقصة البارابول والفم محلول الرقصة الأخرانية الله لا تربح ولا يطلعها. هذا ماشي ليا. أسيدي أتونسيون تو نوريكم التونسي كي شاف يشطح. سيب ما نحبش ما نحبش ما نحبش ما تس أو ما نحبش ما. ستوب ستوب عرضت لكم جاه ربي اللي عنده حويجة في قلبه يخرجها تو. سمعتوني اسمع انا راجعين للهم والغم اسمعوني اسمعوني عندي صاحبي طبيب بتاع روماتيزم تعرفش قال لي اكثر الناس اللي يمرضوا بالروماتيزم في كبرهم هما كي تجي يبدا قاعد في مهرجان وتجي فرصه باش يشطح ويكتمها بعد 20 سنه تتحير له لطف قال لك يا ولد في الواحد اي 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 كل كل امشي 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 اي يا حواد ستوب 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 ستوب